السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ولا عجبكم ما تنسوش تشاركوا في القناة وما تنسوش ليا شي تعليق زوين. الله يجازيكم بخير. غادي نوجدوا واحد الوجبة اللي كتكون ساهلة، هكا كنديروها في الفران وكنديروها بالبطاطا، كتجي روعة روعة احسن ما تنقليوها. غير تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير وراه غادي تعجبكم. ما تنسوش ليا تعليق، ما تنسوش ليا الله يجازيكم بخير، ما تنسوش ليا واحد اللايك او بصمه. بسم الله، هنايا عندي واحد ثلاثه الحبات ديال البطاطا اللي نقيتهم بحال هكا بعد ما غسلتهم في الاول، وكنقطعهم هكا على جوج لان عندي بطاطا كبيره، وغادي نقطع على شكل فريت وهي شويه قصيره ولكن كديرها شويه غليظه، ما تنديرهاش بحال الفريت هكا رقيقه. وغادي نتبلها بواحد التتبيله كتجي رائعه، وكتجي تتبيله خفيفه وزوينه كتعطيها اللذه. صافي، بعد ما كنقطع البطاطا كامله وكنعاودها في الغسيل مزيان، كنرقدها في شويه ديال الماء، كنخليها واحد 10 دقائق بحال هكا في الماء حتى كتنقص من هذاك النشا. نتوما شفتوا السمك ديالها راه شويه غليظ. صافي، بعد ما نغسلها وكنخليها حتى كتنشف، بعد ما نشفات هنايا في الشبكه، صافي غادي نديرها في واحد الاناء وكندير شويه ديال الثومه بودره. الا ما عندناش بودره كندير واحد الفص ديال الثوم وكنهرسوه، وكندير شويه الكمون راس المعلقه، شويه ديال السكينجبير، صافي، وكندير الملحه حسب الذوق. غادي هنا كندير واحد المعلقه ديال الطحين باش كتجينا ديك القرمشه، وكندير شويه زيت البلديه او زيت الزيتون واحد المعلقه. صافي، وغادي بحال هكا كنلبس هاد البطاطا بحال هكا بهاد الطحين وبهاد التتبيله. التتبيله كتجي ساهله. هنا اللي بغينا نقليوها كنقليوها، انا كنفكر هكا كنديرها في الفران احسن، كنبعدو شويه من الدهون. صافي، كنسرحها في اللاطه اللي كنفرش ليها هكا الورق ديال الزبده. الفران كيسخن على 200 درجه، الا عندكم الفرفاره كديروها في الفرفاره، كتزيد كديروا الفرفاره وكديروا على 200 درجه، كتزيد ديك القرمشه، كتجي البطاطا ديالنا ناشفه. الا ما عندناش كنشعلوا عليها هكا من الفوق ومن التحت وكنخليو على 200 درجه. صافي، هنايا غادي نجيب واحد الكميه ديال القزبر والمعدنوس، صيصه ديال الثومه، وكنقطع القزبر والمعدنوس كنقطعهم هكا رقاق. وكنقوي هكا المعدنوس على القزبر، كندير القزبر عا واحد جوج وريقات ولكن كندير المعدنوس، كنقطعو مزيان. صافي، وغادي نهرس هكا هاد الفصيصات ديال الثوم كنحكهم. كنستمر عليهم حتى كنكمل هاد تويمه بحال هكا. غادي نجيب واحد الاناء اللي غادي نضيف فيه الثومه، وكنضيف فيه القزبر والمعدنوس، غادي نتبل. كندير واحد ربع كاس ديال الزيت، الزيت البلديه عفوا، وكندير هنايا نص ليمونه حامضه كنعصرها، كندير شويه الملح حسب الذوق، وكندير شويه ديال القزبر يابس، شويه البابريكا او التحميره او فلفله حلوه، شويه الكركم او الخرقوم البلدي، وهنايا كندير شويه ديال السكينجبير، وكندير واحد العريش هكا ديال الازير. هنا ازير الا بغيتو طحنوه طحنوه، انا كنديرو بحال هكا كيعطي نسمه زوينه. كنخلط هاد التتبيله. عندي هنايا صدر ديال الدجاج، وعندي جنيوحات، غادي نقطع هاد السدر ديال الدجاج بحال هكا، كنقطعو هكا شرائح كبار شويه. بعد ما غسلناه بالماء والحامض وكنشرحهم، اللي كتبان ليا هكا كبيره كنشرحها باش دغيا كيدخلها الطياب.
كنديرهم هما وجنيوحات، وكنبدا نتبل لهنا، كنخدم بيدي باش كنفرك بحال هكا هاد هاد الصدر ديال الدجاج يتشرب ليا هاد العطريه. الا عندكم شويه السمن ديروا شويه السمن، انا ما متوفرش عندي ما درتوش. هنايا عندي اربعه الحبيبات هكا ديال القرعه، ضروري ما كندخلو معاهم بحال هكا القرعه لانها صحيه. صافي كنحيد ليها هاد الطريبيشه ديالها وكنقطعها، كنقطعها هكا على اربعه على شكل اصابع بحال هكا. نقطع هاد الحبات اللي عندنا كاملين، صافي كنستمر عليها حتى كنكملها، وغادي نرجع بعد ما قطعتها كنحيد ليها هكا دوك الشوائب اللي تيكونوا فيها، بعد ما كنحطها في واحد الاناء. صافي وكنرجع غادي نجيب واحد الاناء اللي كيدخل هكا، واحد المول اللي كيدخل الفران. انا عندي هكا ديال الدجاج، تقدروا تكون ديروا لاطا او ديروا شي حاجه اللي كتدخل هكا الفران. صافي كنحط هكا هذوك الصديات تاع الدجاج بعد ما تبل مزيان وخليته بحال هكا حتى تشرب ديك العطيريه، هو وجنيوح، وكنستمر عليه بحال هكا. كنديرو في الوسط جنيوحات هكا، غنديرهم في الجناب. صافي غادي نرجع لديك العطريه اللي بقات عندنا، غادي نلبس فيها هذيك القريعه. بلاتي راه كتجي رائعه هاد الاكله، راه ما نقولش لكم كيفاش كتجي، كتجي لذيذه. غير جربوها وقولوا لي في التعاليق ديالكم كيف جاتكم. صافي كنبدا بحال هكا، كنحط القرعه في الجوانب لان راه الدجاج هكا مقطع رقيق، راه دغيا كيطيب ما كيتعطلش معانا، راه كياخذ 21 دقيقه كيكون موجود، يعني كيطيب هو والقرعه بحال بحال. صافي هنايا بقى عندي هذا، غادي نزيد فيه واحد شويه ليمون حامض بحال هكا، واحد نص حامضه عصرتها فيه وزدته بحال هكا، وفزكت هنايا واحد الورق ديال الزبده، فزكته بشويه الماء، وغادي نغطي به باش ما تحرقش لينا الخضيره لان فيها القزبر والمعدنوس. صافي كنبدا نلبس هكا المول كنلبسو هكا ببابي الومنيوم من الفوق، وكندخلو الفران على 240 درجة، كنخليه واحد 20 دقيقة، ما كنحلش عليه حتى حتى كيطيب بحال هكا، كنحسب عليه طاب. إلا لقيت فيه البلول كنخليه شوية يتشرب، كنعري عليه. إلا لقيته هو هذاك صافي راه كيكون موجود هو هذاك. هنا راه لقيت فيه البلول، خليته واحد 10 دقيقة حليت عليه. صافي هو نشف وتحمر، والقريعة ديالنا تحمرات، البطاطا ديالنا حتى هي تحمرات بلا ما نقليوها، نتوما شفتو راه هي طايبه من الداخل ومقرمشه هكا من برا. صافي وغادي نحطوه في طبق التقديم بحال اللي كنحطو المريقه بحال هكا، راه كيجي شويه مرق بحال هكا، كتبقى ديك الزويته وهذا كتبقى لتحت، وكنوجدوه بالصحة والراحة. وأحسن أكلة هي كنديروها بحال هكا في الفران، كتكون صحية، وكنقول لكم بالصحة والراحة. وما تنساوش ليا تعليق جميل، ما تنساوش ليا لايك، الله يجازيكم بخير. وغادي نخليكم مع الصور، نوجد معكم طبق التقديم، ونقول لكم بالصحة والراحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.